السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الطلبات صف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم على قناة مستر محمد علي على اليوتيوب. قبل ما نبدأ في كل حاجة، النهاردة طالب من حضراتكم اشتراك في القناة، اشتراككم في القناة ده هيدعمني أنا نفسيا، هيخليني أستمر، هيخلينا نتفاعل مع بعضنا بشكل أفضل. النهاردة مجهز لكم الحلقة الثالثة لطلاب الصف الأول الثانوي بشكل مختلف، شكل جديد، ده بناء على طلباتكم أنتم اللي بتطلبوا مني في التعليقات، أنا بحاول إن أنا أأكد عليه وأكمله معاكم إن شاء الله. النهارده ميعادنا مع حلقة مختلفة خالص، بكرة عندنا امتحان مجهزين لكم 300 سؤال إن شاء الله، النهارده نحاول نجاوب عليهم. مش معنى كده إن إحنا خلاص هنخلص علاقاتنا مع بعض، لأ، اشتراكاتكم معايا في القناة هي اللي بتدعمني وهي اللي بتخليني أجيب أفكار جديدة. بإذن الله ناويين في الأجازة بإذن الله نتكلم عن مشاكلنا، هنختار أدبي، هنختار علمي، طب هنكمل حلمنا إزاي؟ إزاي هنوصل للهدف بتاعنا؟ إيه العائق اللي ممكن يمنعني إن أنا ما أكملش وأوصل للهدف بتاعي؟ كل ده ان شاء الله هنعرفه مع بعض من خلال الفيديوهات على القناه، ففضلا وليس امرا اشترك في القناه دعمنا باللايك بتاعك. طيب دلوقتي عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده، نروح بسرعه كده لللاب بتاعنا ونشوف الاسئله هتبقى شكلها عامل ازاي النهارده. يلا نتقابل عند اللاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مره اخرى معكم مستر محمد علي. جينا لللاب اهو الحمد لله، نبدا نشتغل زي ما وعدتكم. دي الملزمه اللي انا اتكلمت عليها اللي احنا هنراجع منها ان شاء الله. الملزمه هنا فيها 300 سؤال، 300 سؤال فقط على الدرسين المقررين علينا. ان شاء الله نحاول باقصى وقت واقصى سرعه ممكنه نستغل الوقت ان شاء الله. العصافير بتشاركنا الحلقه يعني. طيب ده الرقم بتاعي يا جماعه، لو في اي مشكله لو في اي تواصل مع بعض ان شاء الله. انا هحاول بس اخصص عشان الوقت ما يسرقناش في 300 سؤال. زي ما وعدتكم في البدايه هحاول ان انا احل لكم امتحان السنه اللي فاتت 2019، وده كان أول امتحان إلكتروني على فكرة يا جماعة، برضو عشان تبقوا واخدين بالكم. نبدأ بيه إن شاء الله. كان 15 سؤال وكان فيه مقالي، إحنا هنحاول نختار الأسئلة الاختياري بس. طيب أنا هخصصهم بس 15 دقيقة، هحاول إن شاء الله الحلقة دي ما تزيدش عن نص ساعة بإذن الله، مع إن الكم الأسئلة كبير، بس هنحاول إن شاء الله نخصص نص ربع ساعة للدرس الأول وربع ساعة للدرس التاني. فهنبدأ إن شاء الله على بركة الله كده بالنموذج العام الماضي. كان أول سؤال اختياري كان بيقول البحر، العلم بحر واسع، كلما شربت منه شعرت بالظمأ، تمام؟ كلما تشرب تحس إن أنت ظمأان، مش هجاوب، ها؟ تمام، الاستمرارية صح، جميل جدا، الاستمرارية ده صح، كلما يعني حاجة مستمر. طيب السؤال التاني بيقول لقد تعلمت وخير العلم أنفعه، أنا اتعلمت بس يا ريت إن أنا أنتفع بيه، ده يتكلم عن النتائج، صح؟ جميل جدا. لو انت عايز تجاوب لوحدك برضو بطئ الفيديو شويه او دوس ستوب وجاوب، انا بس بحاول ان انا اختصر الوقت. طيب ثلاثه كان مقالي بالنسبه لهم العام السنه الماضيه، هنخش على اربعه على طول. استعانت الاطباء بالاشعه الرباعيه، ايا كان اطباء في مجالهم بيستخدموا اشعه، يبقى هيعملوا بها ايه؟ قياس، صح؟ تمام، قياس، جميل جدا. نكمل. خمسه ده بالنسبه لنا كان حاجه محذوفه السنه دي او الترم ده. ستة ده مقالي مش عايزينه، سبعة برضو من المحذوف، ده امتحان السنة اللي فاتت بأكد اهو. تمانية تمام. عند مناقشة أحد الطلاب لبحثه العلمي قدم كل الأدلة والبراهين والاستبيانات ومدون بها أسماء العلماء والمفكرين الذين اعتمد عليهم في البحث، يبقى الراجل ده بيتمتع بإيه؟ الراجل ده بيتمتع بإيه؟ ها؟ الأمانة العلمية، كتب كل الناس اللي أخذ منهم في البحث بتاعه، يبقى الراجل ده عنده أمانة علمية. تمام. تسعة بالنسبة لهم السنة اللي فاتت كان مقالي مش هنتطرق ليه. 10 من المحذوف اللي علينا مش هنتطرق ليه، ده بيتكلم عن التفكير الابداعي. 11 تمام معانا. اعلن اليوم ان درجات الحراره 27 مئويه مصحوبه برياح ورمال واتربه في النشره الاخباريه طقس والمناخ، بيقولوا ان في رمال واتربه والكلام ده، ده وصف وتنبؤ ولا وصف وتحكم ولا وصف وتفسير؟ طيب ناخدهم واحده واحده. التخمين ده مستبعد، مفيش حاجه اسمها تخمين، تمام. طيب وصف وتفسير، تفسير يعني في اسباب، هل هنا في اسباب؟ مفيش اي اسباب. التحكم ما خدناهاش، احنا خدنا وصف تفسير تنبؤ، خلاص يبقى انا قدامي ايه دلوقتي؟ الوصف والتنبؤ، هما بيوصفوا الجو بتاع غدا ان شاء الله وبيتنبؤوا ان في، او بتاع النهارده وبيتنبؤوا ان في درجات حراره معينه. 12 ده بالنسبه لهم كان مقالي، احنا بالنسبه لنا 13 شغال معانا، بيقول قطره فوق قطره، حط قطره مياه فوق قطره، ده بالنسبه لنا يعمل بحر، وحكمه فوق حكمه ده يعمل علم. درست العباره دي ان المعرفه خاصيه من خصائص المعرفه العلميه وهي التراكميه، صح كده؟ حط حاجات فوق بعضيها يبقى تتراكم. جميل جدا. 14 ده بالنسبه لنا احنا محذوف. 15 ده كان
مقالي ده يا جماعة كان اختبار العام الماضي، امتحانات سهلة مفيش أي مشكلة، محتاجة سن التفكير، وهقف بس على الكلمات المفتاحية، الكلمة اللي تفتح لي الإجابة. طيب نروح بقى لل 300 سؤال بتوعنا اللي احنا مخصص لهم وقت إن شاء الله، هنحاول بقدر الإمكان ناخد كم كبير منهم ونتواصل مع بعض اللي محتاج الملزمة كلها مفيش مشكلة. طيب نبدأ رقم واحد إن شاء الله، نحن نتعلم لكي نعمل، احنا بنتعلم عشان نشتغل، ده بيتكلم على هدف العلم، تمام جدا. طيب اتنين بيقول العلم هو المعرفة المنهجية التي يكون لمضمونها قوة برهانية وصلاحية عامة. انا بتكلم العلم ده معرفة منهجية، يبقى انا كده بتكلم على المعنى الاصطلاحي للعلم، انا بعرف العلم المعنى الاصطلاحي للعلم. طب ليه واحد ما يقولش منهج العلم؟ هو مفيش طريقة اقل عليها، منهج يعني طريقة. طيب نروح لرقم ثلاثة، بيقول لي الهدف النهائي، هدف يا مستر، ركز في الكلمات، يبقى بيتكلم على هدف العلم، يبقى بيتكلم على هدف العلم، هنا كان معنى، هنا كان هدف العلم. طيب أربعة ده مقالي نتجاوزه، خمسة نتجاوزه، ستة مقالي، ندخل على سبعة. كارل ساجان بيقول العلم عبارة عن طريقة للتفكير يا مستر، طريقة معينة، طريقة يعني إيه؟ ها؟ يعني منهج، جميل جدا. تمانية يقول ويليام براج، واحد اسمه ويليام براج بيقول المهم في العلم ليس أن تحصل على حقائق جديدة، مش مهم كل يوم تتعلم لحاجة جديدة، بل أن تكتشف طريقة يا مستر، ها، طريقة في التفكير، يعني منهج، تمام. هروح لتسعة، الإنسان الذي لا يتعلم ما يتعلمش خالص، شأنه يعني مثله شأنه شأن الأرض الجرداء، ده بالنسبة لنا يعتبر إيه؟ يعتبر هدف العلم، هدف إن أنا أتعلم عشان أطبق. طيب أحمد زويل بيقول التفوق في مجال العلم والتكنولوجيا يعزز شعور الفخر بالوطن، تمام. أنا لما أتفوق في العلم والتكنولوجيا هوصل إلى، مش الغاية، إحنا ما خدناش حاجة اسمها الغاية، إحنا هناخد حاجة اسمها النتائج التطبيقية، النتائج التطبيقية في علم وتكنولوجيا، فهنبدأ نطبق. طيب بوانكاري حد مشهور بيقول ما العلم؟ ما العلم؟ بص يا جماعة، الإجابة عن أي سؤال بيبدأ بما، ما الذي أراه؟ ما الذي أسمعه؟ وهكذا، الإجابة عن أي سؤال بتكون عبارة عن وصف. أنا بقول لك ما الذي تراه؟ هتقول لي كذا كذا كذا، صح كده؟ يبقى ده اسمه وصف. ما الذي تسمعه؟ هتقول لي ده صوت عصافير يا مستر جنبك، وهكذا. فده بيتكلم على الوصف، تمام؟ خلاص، يبقى السؤال أول ما يبدأ بما، ما الذي تراه وما الذي تسمعه، ده بيتكلم عن الوصف. آسف، الوصف. ندخل اللي بعده، برضه جوان كاري بيقول العلم هو نظام من العلاقات يعد ذلك ايه؟ الراجل بيوصف العلم، وصف برضه. طيب جوان كاري برضه تاني بيقول اننا نبني العلم بالوقائع مثلما نبني المنزل بالحجاره، برضه الراجل بيوصف العلم بيتكون من وقائع من معلومات. طيب نروح لكلود برنار بيقول لابد لعلم الجيولوجيا ان ياخذ المنهج التجريبي من العلوم الفيزيائيه، لابد لعلم الجيولوجيا انه يتعلم المنهج التجريبي زي العلوم الفيزيائيه، خلي بالكم. وبذلك تحتل الفيزياء المرتبه، مش بيكلمنا عن الجيولوجيا، بيكلمنا عن الفيزياء، تحتل المرتبه الاولى من حيث العموميه. طيب ارسطو بيقول من لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل، اللي مش هيستفيد من العلم بتاعه، بيتكلم على ايه؟ هدف العلم، انا بتعلم ليه؟ عشان هدف طبعا. جميل جدا. طيب 16 افلاطون بيقول غايه العلم الخير، تشير المقوله الى هدف برضه، انت هدفك ايه؟ خير. طيب 17 ده مش مقرر علينا، نروح ل 18. 18 بيقول لي عندما يمتلئ كوب الماء، كوب الماء اتملأ حاجات معينة بماء او بأي سائل اخر، لا يستطيع تحمل قطرة واحدة زائدة، الراجل ده بيوصف اللي قدامه. طيب ان الاقدام على حل اي مشكلة يجب ان يسبق بتوصيف جيد، توصيف يبقى وصف يا مستر، تمام. 20 لا خلاص. 21 يعد اثر الرفاق اللي هم الاصدقاء على سلوكيات الطفل من تنبؤ، انا بتنبأ ان اصحابي هيأثروا على سلوكياتي. طيب 22 بيقول توصل ابن الهيثم لاسباب عديده من الظواهر، طالما اسباب يا جماعه يبقى عندنا تفسير، انا بحدد لك السبب يبقى ده كده بفسر لك الموضوع. طيب يعد ابن سينا اول من شخص مرض داء الفيل، في مرض معين هو شخصه واكتشف بعوضه اسمها بعوضه الملاريا المسببه له، واخدين بالكم؟ المسببة برضه تفسير يا مستر عشان في سبب. طيب عند فحص تركيب الماء هنجيب جزء معين من الماء كده وهنفحصها، هنجد انها تتركب من ذرتين، واحدة اكسجين واثنين وذرة هيدروجين، يبقى ده بيتكلم عن الوصف، هو الراجل بيوصف حاجة قدامه دلوقتي. طيب نسيب 25 ده مقالي، ندخل على 26، في عالم اسمه ليبنتز
بيقول الامبراطور بتاع المانيا ضروري جدا تحتل مصر. ليه؟ لانها ستكون في المستقبل ارض بالغه الاهميه. فهنا الراجل كان متنبأ باهميه موقع مصر. طيب 27 بيقول ابن سينا: في الطب يجب علينا ان نعرف اسباب المرض والصحه. اسباب، ها تمام، تفسير. طيب بوان كاري برضه بيقول: نستطيع ان نسال الطبيعه دائما ولكن لا تجيب. اسال الطبيعه، اسال الجبال ليه بيحصل الكسوف والخسوف والامطار، لكن هي مش هتجاوب عليك، بل نجيب نحن بدلا عنها. احنا ليه اللي بنجاوب بدل عنها؟ ده اسمه وصف، احنا هنوصف الطبيعه. طيب 29 يقول ديدرو: الحواس بتاعتنا جسر نحو الاشياء. يعني الحواس هي الوسيله اللي بتخليك تعرف الاشياء، فانت كده بالحواس هتعمل ايه؟ هتوصف الحاجه اللي قدامك. طيب 30 يقول فرانسيس بيكون: ان موجودات الكون لا يمكن ان تكون واضحه بدون الرياضيات. الرياضيات يا جماعه قاعده ثابته، خدها عندك لو جت في اي سؤال ان شاء الله بكره في الامتحان ان شاء الله. الرياضيات بتتكلم عن حاجتين: يا اما الدقه يا اما كمي، تمام؟ ده هناخدها في درس تاني. طيب 31 بيقول: لا يعتمد احترام الناس للشخص على اساس عمله. الناس مش هتحترمك على اساس العمل الذي يقوم به، ولكن على الكيفيه التي يؤدي بها عمله. ولكن ازاي انت بتأدي عملك؟ فهنا بنتكلم عن الدقه. طيب نروح بعد كده لرقم 33 بيقول: يعترف كابلر بانه استعان بملاحظات اساتذه، ناس مشهوره جدا في علم الفلك، واستاذه على وجه الخصوص اسمه تيكو. يبقى الراجل ده بيقول: انا اتعلمت على ايد فلان. يبقى ده عنده ايه؟ عنده امانه علميه، عنده امانه علميه. طيب رفض ابن الهيثم الحجه التي اسسها بطليموس في عقول الناس بان في اشعه تخرج من الاشياء، تخرج من العين لرؤيه الاشياء. طيب ابن الهيثم رفض الحجه دي، يبقى هو عنده روح نقديه، تمام؟ يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن الروح النقديه. طيب 35 ده مقال هنسيبه ونروح ل 36. ابن رشد بيقول: علم ابنك ان يقبلك على راسك لا على يديك حتى يتعلم الشموخ والعزه بدلا من ان يتعلم الانحناء والذل. طيب الكلام ده فيه ادله او فيه براهين؟ لا، يبقى مفيش امانه. الراجل ده نقل حاجه عن حد، يبقى مفيش امانه في النقل. طيب الراجل ده بيشكر حد معين؟ لا، يبقى الراجل ده دقيق. هنا في دقه، هنا في ايه دقه؟ مش بيقول، بيحدد لك المكان موضع بالظبط، إيه فين ابنك يقبلك؟ على الرأس ولا على اليد ولا على الكتف؟ يبقى هنا في دقة. طيب نيوتن بيقول: إذا كنت قد استطعت أن أرى أبعد من غيري، أنا شفت نظرية بعيدة خالص، عندي بعد نظر وعرفت أن أنا أكتشف حاجة معينة، فده لأنني وقفت على أكتاف عدد كبير من العمالقة. يبقى هنا الراجل عنده أمانة في شكر الشخصيات العلمية اللي هو اتعلم على أيديهم. 38 بنوصل لمثل شعبي بيقول: من علمني حرفا صرت له ودا وادبا. طيب الكلام ده بيشير الى الامانه العلميه، ان نشكر الناس اتعلمت على ايديهم. 39 مقالي. 40 لم يقتنع بيكم بفلسفه ارسطو، ما كانش مقتنع بكلامه، ولم يقتنع ايضا بفلسفه العصور الوسطى، تمام؟ يبقى الراجل ده عنده روح نقديه، بيقدر ينقد الحاجه اللي قدامه، روح نقديه. طيب 41 اكد بيكم على اهميه الملاحظه ودقه النظر والتجربه وضروره ترتيب المعلومات حتى يتم التوصل للنتائج من خلال الاستقراء. الراجل ده بيتكلم على الدقه، لازم ابقى دقيق، حتى هو عنده دقه النظر، دقه النظر. طيب 42 فقط اولئك الذين يجرؤون، اللي عنده جراه على السير بعيدا يكتشفون كم هم قادرون على الوصول اكثر من غيرهم. يعني اللي عنده جراءه وبيبحث اكثر وبيروح لاماكن بعيده بيوصل قبل الناس الثانيه. هنا بيتكلم عن الخيال، عشان كلمه يكتشفون أكثر من غيرهم لما يبحروا في الخيال بعيدا. 43 ده مقالي. 44 ده مش علينا يعتبر. 45 جاليليو كلنا عارفينه، عالم الرياضيات، بيقول إن أو فلك، بيقول إن الطبيعة مكتوبة بلغة الرياضيات. زي ما أنا قلت من شوية يا جماعة، دي قاعدة ثابتة، الرياضيات، يبقى هختار الدقة. طيب ده كاتب عربي أو مؤلف عربي بيقول، واحد اسمه جمال الحسيني، الحسيني بيقول: ليتحقق الفهم السليم، عشان تفهم بجد، على المتلقي اللي هو بيسمع ده ان يتثبت من ثلاث امور: من ادراكه، يسمع كويس، ادراكه العقلي والفهم الصحيح، وصدق المعلومه. الكلام ده يؤكدنا، يوديني لفين؟ يوديني للدقه. طيب ديكارت 47 ان معرفه الرياضيات، بتكلم عن الرياضيات يبقى الدقه يا مستر، ما تكملش. طيب نيوتن بيقول: كل فعل له رد فعل مساوي له في القوه ومضاد له في الاتجاه. الكلام ده يعبر عن ايه؟ يعبر عن الدقة، مفيش خيال هنا، مفيش روح نقدية. طيب أفلاطون بيقول: اتقن عملك تحقق
املك. يبقى هنا بيتكلم عليه الدقه، ما هو بيقول لك اتقن عملك اهو. طيب وصلنا للسؤال رقم 50، ده مقالي خلاص تجاوزه عديه. طيب 51 بيقول افلاطون لا تهتم بسرعه العمل بل بجودته، لان الناس لا يسالونك في كم وقت فرغت منهم. لا تهتم بسرعه العمل بل بالجوده، الجوده يعني الدقه. تمام. طيب يا جماعه هنا ابدا اسرع شويه، طيب او ان احنا نتسرع شويه لحد 60 مثلا، وبعد كده ننقل ان شاء الله على الفصل الثاني، لان احنا كده تجاوزنا الوقت اكتر من ربع ساعه تقريبا. طيب 52 يقول يوليوس قيصر ما نفعله بسرعه لا نفعله باتقان. اتقان يعني دقه برضه يا مستر. تمام. فيثاغورس الارقام تحكم العالم، ارقام يعني دقه. تمام يا مستر، جايب لك اكتر من سؤال على كلمه الدقه. طيب بوان كاري بيقول لك الرياضيات تقدم للعلم الفيزيائي، احنا عارفين وشرحت الكلام ده اكتر من مره، فيزياء كيمياء واحياء اغلب العلوم دلوقتي، علوم الطبيعيه على وجه الخصوص العلم يعني، بتبدا تستخدم الرياضيات في مسائل في الفيزياء في الكيمياء وهكذا، يبقى دي تعبر عن الدقه. طيب 55 ارسطو بيقول افلاطون صديق والحق صديق ولكن الحق اصدق منه. الراجل ده عنده روح نقديه بينقد. طيب 56 بيرجسون بيقول العلم ابن الرياضيات، وانت مغمض عينك دي بيتكلم عن الدقه. 57 يقول ارسطو احب افلاطون، انا بحب افلاطون يا جماعه، واحب الحق ولكن حبي نفس الصيغه ونفس السؤال ولكن بشكل مختلف شويه، برضو الروح النقديه. 58 اخذنا دي من شويه، لكل فعل ده قانون نيوتن، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، برضو دقه. لما يقول لي اي رقم يا جماعه اكدت عليها اكتر من مره، رقم او رياضيات، هعرف ان الراجل ده بيتكلم عن الدقه او الكميه. سرعه الضوء تمثل مثلا 186 ميل في الثانيه، يعبر ذلك عن الدقة. طيب 60 تورشيلي ده بيقول ان الهواء وزني ومارس ضغط وهو مستمد من قانون ضغط الماء في البارومتر، الراجل برضه بيتكلم عن الدقة. لما يقول لي 76 سنتيمتر ده بيتكلم عن الدقة. 61 ده مقالي و62 مقالي و65. طيب نوصل هنا كده بنكون بصراحة يعني، هو في كمية أسئلة لسه، احنا معانا على الفصل الأول لحد 130 سؤال، فانا كده اسف هدخل على اسئله الفصل الثاني على اساس ان احنا نكون الوقت ما يسرقناش يعني، والملزمه متاحه يا جماعه، واحنا زي ما احنا على جروب الواتس متواصلين مع بعض، وانا قلت لكم القناه دي انا عاملها عشان نتفاعل مع بعضنا، مش مجرد ايام الدراسه. ان شاء الله في الاجازه احنا كجيل قريب من بعض في الفكر، القناه دي لسان حالكم انتكم، بتتكلم عنكم، فاي مشكله اي فكره هنعبر عنها من خلال القناه. برضو الناس اللي قالت لي يا مستر عايزين اسئله على الشكل ده، احنا استجبت ليهم فورا اهو، واي حاجه تاني ان شاء الله هنكملها مع بعض. ندخل بقى عشان ما نضيعش وقتنا في اسئله الدرس الثاني. بنبدا رقم واحد، احنا عدينا تبقوا عارفين برضو اللي عايز يصور الملزمه مني او ياخدها ولا حاجه، 131 على السؤال على الفصل الاول. تمام، هم معدين 300 على فكره، 300 سؤال. طيب الموضوع الثاني رقم واحد، جليلو بيقول بنقد نظرية أرسطو، هو قام بنقد نظرية أرسطو العلمية عن الأرض، هذا يدل على الراجل ده بينقد النظرية بتاعت أرسطو، الراجل ده عنده حرية صح كده؟ طيب قام أحد الباحثين باختيار، يا مستر أنا ما اخترتش هنا ليه روح نقدية؟ ما هو ما فيش اختيارات روح نقدية، لكن هنا يدل على الحرية، انقد براحتك بس هات دليل. طيب بيقول بعد كده قام احد الباحثين باختيار نظريه الفيمتو ثانيه لتكون موضوع بحثه، هو اللي اختارها، كلمه اختيار يا مستر، كلمه اختيار. تمام، هختار حريه. جميل. طيب غاستون باشلار ده بيقول كل معرفه بمثابه جواب عن قضيه، كل ما تعرف حاجه دي بتجاوب لك عن قضيه، يبقى انا كده راجل هادف. عشان بتعلم ليه؟ عشان نجاوب لي عن معلومات معينه. طيب في مبادئ العقل اللي هي مبادئ التفكير العلمي بيقول هي اساس التفكير، فالقول بأن أحمد حاضر وغائب يتعارض مع مبدأ من مبادئ التفكير اللي هو استحالة حدوث الشيء ونقيضه. تمام. طيب خمسة، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. الإنسان دي حكمة، الإنسان اللي بيعيش لنفسه ده ما كانش يتولد أحسن يعني. إحنا بنتكلم عن الموضوعية، تكون راجل موضوعي ما تكونش ذاتي، الموضوعية عكسها الذاتية. احمد زويل بيقول لا يمكن ان يبدع الخائفون، طول ما انت خائف مش هتبدع ابدا، يبقى هو انا كده عكسها ايه؟ عكسها الحريه. تمام. الكندي او اسحاق الكندي ده عالم من علماء المسلمين بيقول علينا ان ناخذ الحقيقه من ايا كان سواء مشاركا لنا في المله او لا، يعني العلم ده بحر واسع جدا وتعلم من اي حد. تمام، الراجل ده عنده ايه؟ بيتكلم كده على ايه؟ بيتكلم على الموضوعيه، مش منحاز مش متعصب، الراجل ده موضوعي. طيب عندنا رقم 8 بيقول اذا عرف السبب بطل العجب، لو انت عرفت السبب
ده مبدأ من مبادئ التفكير العلمي، بيتكلم عن لكل ظاهرة سبب، لكل ظاهرة سبب. تمام جدا. 9، رفض معلم الرياضيات إجابة أحد الطلاب لأنه قال، الولد وقف بيجاوب رياضة بيقول يا مستر الإجابة هتكون سالب 9 أو موجب 9، المعلم رفض الكلام ده لأنه بيتعارض مع قانون أو مبدأ من مبادئ التفكير العلمي وهو استحالة حدوث الشيء ونقيضه. طيب 10، القانون يتم التعبير عنه في صيغة رياضية لأنها لغة العلم. طيب هنا ما عنديش دقة يا مستر خالص، يبقى اختار كمي. تمام كده، الرياضيات أو لغة العلم كمي. طيب سقراط بيقول قل الحق وإن كان عليك، قول الحق، يبقى ده موضوعي مش بينحاز لحاجة ولا بيتكلم عن الذاتية عن نفسه. طيب في واحد اسمه ماجندي، ده كان بيقول لتلميذه كلود برنارد اترك عباءتك وخيالك وتفكيرك الخاص، يعني الذاتية بتاعتك، اتركها عند باب المختبر، باب المعمل بتاعنا، ما تدخلش بالذاتية بتاعتك والتفكير الفردي بتاعك ده. يبقى هنا بيكلموا عن الموضوعية. طيب بعد كده في مثل ياباني شهير جدا، والعبارة دي كويسة، بيقول احنا نبدأ من حيث انتهى العالم. يبقى هنا كده في استمرارية، العالم بيكمل بعضه. 14، بأكد تاني يا جماعة لو انا سريع شوية في الإجابات معلش، ممكن حضرتك توقف الفيديو وتجاوب براحتك خالص، بس انا بحاول يعني ان انا استغل الوقت قدر المستطاع، مش عايز اطول زمن الحلقة عن نص ساعة، يعني تبقى في صعوبة شوية في الرفع في اليوتيوب وكده. طيب 15، قيام الأطباء باكتشاف الأنسولين، وصلنا 14. تمام 14. طيب قيام الباحث بإعداد أدوات للتجربة، الراجل بيجهز أدواته وهكذا، يبقى هو كده بيعمل إيه؟ إجراءات، الراجل بيعمل شوية إجراءات في المعمل. طيب قيام الأطباء باكتشاف الأنسولين لعلاج السكر يؤكد على إحدى خصائص تفكير العلم هنا، في عمومية؟ لا، في إجرائي، ما عملش أي إجراءات، هو بيتكلم عن الهدف، اخترع الأنسولين عشان يعالج السكر. طيب 16، فرانسيس بيكون بيقول إن موجودات الكون لا يمكن أن تكون واضحة بدون الرياضيات، هختار يا كمي يا إما دقة، طبعا هنا بيتكلم عن الكمي. طيب بيرجسون 17، العلم ابن الرياضيات، لأن الرياضيات يبقى كم يا مستر. طيب هيراكليتس بيقول، المقولة دي مهمة جدا على فكرة، لا تستطيع أن تنزل نفس ماء النهر أو نفس النهر مرتين، يعني في نهر قدام بيتك كده مثلا ما تقدرش تنزل فيه مرتين، إزاي يا مستر؟ أه لأن الماء متجدد. هنا بنتكلم عن الاستمرارية، المقولة دي مهمة على فكرة، المقولة دي كده مهمة. طيب 19، يقول هيراقليطس برضو التغير هو قانون الحياة والثبات موت وعدم، مفيش حاجة ثابتة، اللي ثابت ده اللي هو الجمادات، الموت، يبقى هنا بيتكلم عن الاستمرارية. طيب فيرمان بيقول الملاحظة هي مشاهدة الظواهر على ما هي عليه في الواقع، يبقى الراجل هنا بيتكلم على مهارة من مهارات التفكير العلمي، وهي أول مهارة هي مهارة الملاحظة والتجربة. 21، ابن خلدون أول العمل، أول العالم العمل آخر الفكرة، وأول الفكرة آخر العمل، يعني كل ما تفكر في حاجة تبدأ تشتغل فيها. طب وأنت شغال بتجيلك أفكار تاني، هو بيتكلم هنا عن الاستمرارية، شيء متلاحق يعني. توماس إديسون بيقول أنا أبدأ من حيث انتهى آخر فرض، يبقى هنا بيتكلم عن الاستمرارية. طيب جاليليو بيقول إن الطبيعة مكتوبة بلغة الرياضيات، يبقى أنا هختار يا كم يا إما دقة. طيب توماس إديسون بيقول أي شيء لا يباع لا أريد أن أخترعه، بص يا جماعة أي حاجة مش بتتباع وتشترى كده مش عايز أخترعها أنا. طيب هنا الراجل بيتكلم عن إيه؟ عن الهدف، هادف، هو أي تفكير بيعمله جاي من ورا هدف. طيب أثناء التحقيق في حادث سرقة شيء ما، يعني قام أحد الضباط بتقديم مجموعة من الحلول لكشف اللصوص، مجموعة من الحلول، يبقى هو هنا اقترح حلول أو فرض الفروض. طيب 26 بيقول عندما يقوم باحث باستخدام طريقة للتأكد من مدى صحة الفرض، يبقى هو هنا بيختبر الفرض. طيب عندما يعاني كبار السن من الآلام ويذهبون، خلي بالكم كلمة يعاني، ها خلي بالكم من كلمة يعاني، طب هنا شعور بمشكلة، هو حاسس بمشكلة فكده هيذهب للدكتور، فالدكتور هيحدد له المشكلة فين، وبعد كده يبدأوا يعملوا فرض الفروض، وبعد كده يختاروا أفضل البدائل. طب 28، توصل علماء اجتماع أن الفقر الشديد وغياب الوعي الأخلاقي أحد أسباب الانحراف، يبقى هما هنا حددوا المشكلة. 29 بيقول قدم أحد الباحثين للحكومة فكرة للتخلص من القمامة، هو قدم فكر، يبقى هنا اقترح حلول. 30، قدم أحد الباحثين فكرة توليد، برضو نفس الحكاية، يبقى هنا نختار اقتراح الحلول. طيب دي أسئلة على الجزء المحذوف بالنسبة لنا أو الملغي في السنة الاستثنائية دي. نخش على 33 كده بشكل متواصل، يعني
لا يمكن أن يبدع الخائفون. المقولة دي شفناها قبل كده، شبه مقولة أحمد زويل، يبقى بيتكلم عن الحرية، لازم تبقى حر وأنت بتختار البحث بتاعك. طيب 34، يمارس الباحث العلمي مهمة الوصف معتمدا على، وأنت بتوصف حاجة تعتمد على مهارة إيه؟ الملاحظة طبعا. 35، يتأكد العالم من سلامة تفسيره، أنا عايز أتأكد من الافتراض اللي أنا افترضته ده من خلال التجربة. طيب 36، برنارد شو بيقول الناس نوعان، في نوعين من الناس، احدهم طيب فيحبك والاخر يراك طيبا فياكلك. يبقى هو هنا بيعمل مهارتي تصنيف، بيصنف الناس. 37، تقدم الرياضيات للعلم الفيزيائي، زي ما قلنا العلوم، الفروع العلم التجريبيه كلها او المواد العمليه العلميه بمعنى صح، الرياضيات تعتبر اللغه بتاعتها. طب احنا هنختار اول ما نلاقي الرياضيات في الامتحان، هنختار دقه يا اما كميه. طيب 38، يقول ديكارت إن الرياضيات قد تصبح مصدر، قد تصبح مصدرا بقى، طيب الناس بتوع اللغة العربية بقى، قد تصبح مصدرا، طب هنا عشان بعدها مضاف يبقى مصدر المعرفة جميعا. هنا برضو بتكلم عن الدقة. طيب قام العلماء بدراسة المعادن وأثر الحرارة على كل المعادن، كل المعادن، أنا عممت القانون بالمناسبة، أي قانون يجي لي في الامتحان يبقى في اختيار العموميه، هختار العموميه. طيب 40، سرعه الضوء تمثل 186، في رقم يا مستر اهو، رياضه يعني، يعني دقه. طيب 41، يرجع علماء الاجتماع زياده الهجره، خلي بالكم هنا بيفسر، بيقول لي السبب، بيقول الناس بتهاجر من الريف للمدينه بسبب انخفاض العائد من الزراعه، يبقى ده تفسير. طيب 42، صمم البابليون او اليابانيون، اسف جماعه اليابان دول او اليابانيون، نظام هندسي للمباني حتى يتجنب مخاطر الزلازل. يبقى هنا هو عموميه، مفيش عموميه، في كميه مفيش كميات، في حريه مفيش، لكن هو هادف. 45، عندما يلتحق الطالب بالدراسات العليا في الجامعه، يدخل ماجستير كده ان شاء الله ودكتوراه، بيختار موضوع بحث معين يعمل فيه، يحضر فيه رساله الماجستير بتاعته، هنا حريه، هنا حريه. طيب 46، قانون الجاذبيه لنيوتن نص على أن جميع الأشياء التي لها وزن تنجذب نحو الأرض، جميع الأشياء، خلي بالكم أنا بأكد أهو في كلمات مفتاحية، جميع الأشياء، يبقى هنا الراجل بيتكلم عن العمومية. طيب أشارت نتائج الامتحان للفصل الدراسي الأول إن نسبة النجاح كانت 75%، في رقم مهم يا مستر، يبقى كمية، أنا بحدد لك كمية معينة من الناس اللي نجحت. طيب 48، يعد أفلاطون أول من وضع تصورا للدولة المثالية، ثم تابع من بعده أرسطو وغيره من الفلاسفة السياسة، يبقى هنا بتكلم عن الاستمرارية اللي الناس بتكمل بعضها والعلم مستمر. 49، أثناء متابعة طبيب التحليل نسبة الأنيميا في الدم داخل المعمل، دكتور تحليل بيعمل تحليل الأنيميا في المعمل بتاعه، بيقوم بإيه؟ عمومية، مفيش، ما عممتش قانون على حد، كمية معينة مفيش أرقام، يبقى هنا بتكلم عن إجرائي، شوية إجراءات بيعملها. طيب 50، قامت الوزارة بوضع قاعدة بيانات لطلاب الصف الأول الثانوي للتمييز بين طلاب القسم الأدبي والعلمي، يبقى أنا هنا بعمل عملية تصنيف، تمام؟ طيب 51، بالمناسبة أي جهاز يا جماعة هنستخدمه، أي جهاز هيجيلي في الامتحان هكتب القياس، هختار القياس على طول. استخدام الطبيب زي الأشعة اللي إحنا خدناها من شوية قبل كده. طيب استخدام الطبيب لترمومتر لتحديد درجة حرارة المريض، يبقى هو بيعمل إيه؟ قياس. طيب الأسئلة اللي جاية دي، حوالي 10 أسئلة اللي جايين دول مهمين جدا جدا يا جماعة. طيب عند دراسة تأثير التدخين على الصحة، أنا شرحت وقلت إن في حاجة اسمها تحديد متغيرات، الشيء اللي بيأثر يبقى اسمه متغير، ده مستقل، لكن اللي بيتأثر ده تابع. التدخين هيأثر على الصحة يبقى التدخين مستقل. المثال اللي بعده، التدخين هيأثر على الصحة يبقى الصحة تابع. 54، قام المعلم بتصنيف نتائج، خلي بالكم من كلمة نتائج، أنا خلصت كل حاجة، يبقى دي آخر مرحلة عندي اللي هي تفسير البيانات، تفسير مش تصنيف. تصنيف يبقى معلومات. طيب 55، يستخدم العلماء نظام ريختر، نظام أهو، جهاز أهو هيستخدموه، يبقى قياس، يبقى قياس. 56، عند دراسة أثر الرياضة على الصحة، تكون الصحة، مين اللي هيتأثر؟ الصحة يا مستر، يبقى دي متغير تابع. طب مين اللي هيأثر؟ الرياضة، يبقى دي متغير مستقل. طيب 58، عند دراسة أثر الحرارة على المعادن، تمثل المعادن، المعادن هي اللي آسف المعادن هي اللي هتتأثر، يبقى هنا متغير تابع. طب بالنسبة للحرارة هتبقى متغير مستقل. طيب أنا عندي متغير تالت اسمه متغير دخيل، ده اللي ممكن يأثر على حدوث تجربة، زي في المثال رقم 60 ده، عند دراسة أثر الحرارة القائمة على الكهرباء، التيار الكهربائي انقطع، ده تمثل
متغير دخيل. طيب احنا كده تقريبا يا جماعة وصلنا ل 60 سؤال في الدرس الثاني، وحوالي 70 سؤال، يعني وصلنا لما يقرب من 130 سؤال، ده غير الامتحان العام الماضي. مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده، لكن في نهاية الحلقة باكد على حضراتكم اللي محتاج الداتا كلها، 300 سؤال موجودين معايا، يعني نتواصل مع بعض مفيش مشكلة. وفي نهاية الحلقة يعني اتمنى ان يكون في نسبة استفادة كتير، الأسئلة لسه كتير خالص بصراحة، يعني مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده. ورجعت لكم مرة تانية أعزائي الطلبة، أتمنى إن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لكم، أتمنى كم الأسئلة ينفعكم بإذن الله بكرة في امتحانكم. ركزوا واهدوا خالص مفيش مشكلة، نركز على الكلمات المفتاحية اللي أنا قلت عليها. وفي نهاية الحلقة زي ما قلت لكم اشتراكك معايا في القناة، خلينا نكمل مع بعض إن شاء الله. في الأجازة مجهز لكم كم حلقات هتكون بناء على تفاعلكم أنتم معايا على القناة وفي التعليقات بتاعتكم. كل القضايا اللي أنتم هتتكلموا فيها هحاول إن أنا أطرحها بشكل مختلف، بشكل ينفعنا كلنا إن شاء الله، ونحاول نستفيد من خبرات بعض. ففضلا وليس امرا فعل اشتراكك معايا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتقابل بكرة بعد الامتحان ان شاء الله. السلام عليكم.